وللوقوف أكثر على تداعيات فاجعة مستشفى الحسين الجامعي الذي راح ضحيتها العشرات، ورد الفعل الشعبي الغاضب على طريقة تعاطي الحكومة مع الأزمة رغم تكرارها، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أهلا بك معنا سيد عبد الله. أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك معنا دكتور هلال. أهلا وسهلا بك، حياكم الله ضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. لعلي أبدأ معك أستاذ عبد الله، يعني 3 أشهر كانت كافية على العراقيين لكي يفجعوا مرة جديدة في ذويهم المرضى في مستشفى الحسين بعد مستشفى ابن الخطيب. بداية، في أي سياق تقرأ هذه الفاجعة، فاجعة مستشفى الحسين؟ قبل الإجابة يعني أود أقدم التعازي لأهالي الضحايا المنكوبين في الناصرية وضحايا العراق في كل أرجائه. هذه الفاجعة تقرأ بأكثر من مجال. المجال الأساسي هذه الفواجع هي مبرمجة وممنهجة وفق سياسة حددتها الأحزاب وتعمل عليها، ألا وهي خلق دوائر ملتهبة لإلهاء الشعب العراقي، دائرة أزمة الكهرباء ودائرة أزمة التعليم ودائرة الصحة ودائرة المياه و كثير من دوائر الأزمات التي تخلقها هذه السلطة وأحزابها لإلهاء الشعب العراقي، وتسعى أيضا من وراء كل ذلك لانتزاع مقاومة الفرد العراقي وعدم وإيقافه لعدم مطالبته بالتغيير الشامل الذي يليق به كعراق كمواطن يعيش في دولة غنية. فهذه الفواجع وهذه الجرائم ممنهجة وواضحة للعيان، يعني لا نذهب إلى الفساد كأنه أحد أسباب هذه الفاجعة، إنما هو عمل مبرمج ممنهج، الفساد جزء منه وليس هو الأساس في هذه الفاجعة. جعل المواطن العراقي ييأس من المطالبة في حقوقه وجعله يقبل هذا الوضع المزري وهذه الأحزاب أن تكون قائمة عليه لتهيئة هذا المواطن بالتالي لأن يجعل العراق بلدا غير صالح للعيش ويهجر هذا الوطن. ونحن ومن خلال شاشتكم الكريمة وقبل 4 سنوات وبعد معركة الموصل وسميت تحرير الموصل وهي كانت خراب وتهجير أهل الموصل، قلنا ومن على شاشتكم الكريمة أنهم سيذهبون بعد ذلك إلى الجنوب، وقلنا سيجدون 1000 حجة وحجة لتدمير الجنوب. هذه هي السياسة المبرمجة التي تعمل عليها أحزاب المنطقة الخضراء وميليشياتها. فإذا القراءة تأتي كما يقول أهل العراق ببساطة طيبة رائعة، يقولون أن إذا اختصموا قتلونا وإذا اتفقوا سرقونا. هذه السياسة هي لجعل العراق تابع لدولة إقليمية وهي إيران. هذه هي الهدف الأساس والغاية من كل سياساتهم في قتل العراقيين وتدميرهم وقتلهم بأبشع الصور. إن هذه الفاجعة التي جرت في الناصرية فاجعة مدبرة 100% بدليل واضح وصريح أفاده شهود عيان، إن مخارج الطوارئ مغلقة بإحكام، أي ما يسمى ملحومة، البيبان ملحومة، لا يستطيع أي فرد أو أي شخص أن يفتحها، لذلك بقى لا يوجد منفذ للخروج. فإذا اللهيب والنار جاءتهم من الأمام فإذا لا مجال للخروج. إذن هذه عملية مدبرة. هذه الأعمال تصب في سياسة الأحزاب السلطوية الباقية الطائفية التي تريد أن تبقي على الشعب العراقي بهذا الحال وتبقى هي الحاكم المتحكم في مصيره. نعم دكتور هلال، يعني الحكومة في تبريرها للحادثة أرجعت السبب للتماس
الكهربائي وسوء استخدام مادة الأكسجين. هذه التبريرات المستهلكة كما يعتقد البعض، هل باتت تنطلي على المواطن العراقي وهل تشفي نار ذوي الضحايا برأيك؟ إذن أتوجه بالسؤال للأستاذ عبد الله. كنت أسأل يعني قبل أن نفقد الاتصال معه ربما للدكتور هلال، هذه الحجج التي تسوقها الحكومة هل باتت تنطلي فعلا على الشارع العراقي وعلى خاصة على ذوي الضحايا؟ حقيقة لم تعد تصريحات المسؤولين العراقيين ذات معنى لدى المواطن العراقي. لأنه كثرت هذه الادعاءات وكثرت اللجان وكثرت النتائج والأحداث هي نفسها والتبريرات هي نفسها والنتائج هي نفسها. فلذلك لم يعد لدى المواطن العراقي مبرر أن يقتنع بما تدليه الحكومة من تصريحات أو ادعاءات حول أنها ستنفذ وستعاقب وستعمل شيء. وحقيقة هذه مسألة يجب أن نعرج عليها، أن وزير الصحة السابق المقال أو المستقيل حسن التميمي قال بعد حادثة ابن الخطيب قال أنه هذه الحادثة الحوادث ستتكرر، بمعنى أنه يملك معلومات على تكرار مثل هذه الحوادث. فإذن أين يذهب المواطن العراقي ويثق بأي سلطة، يعني بأي اتجاه؟ فلم تعد يعني ذلك شيء بالنسبة للمواطن العراقي، ولا تنطلي عليه هذه الأقاويل وهذه الأفعال. النتائج هي نفسها، اللجان هي نفسها، ومتأكدين نحن بعد أسبوع مثل ما قال الكاظم يريد نتائج بعد أسبوع، هي نفسها. رأي يلزمونهم موظف صغير ليس له سند من أي حزب ويتحمل المسؤولية ويسجن كم سنة، إذا سجن. ووصلت الأخبار أن الشخص المسؤول عن هذه المسألة وصل إيران اليوم. فأي تبرير يعني للمواطن العراقي قد تقدم له السلطة حتى يقتنع؟ المواطن العراقي يريد حلول جذرية، لا يريد كلام شبع منه منذ سنوات. طيب ولا يريد نفس السيناريو يعاد. نعم، أتوجه بسؤال هنا للدكتور هلال. دكتور، يعني الكاظمي من جانبه اختار الحل التقليدي بتشكيل لجنة تحقيقية، ما الذي يمكن أن تقدمه لجنة الكاظمي في فاجعة مستشفى الحسين، وماذا قدمت لفاجعة ابن الخطيب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حر التعازي لأئمة الناصرية ولشعبنا العراقي المكلوم بهذا النظام السياسي الفاسد، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الفاجعة فاجعة كبيرة تتكرر على الشعب العراقي، وهي أنا لا أبعد عن المخطط الذي يستهدف دوائر الدولة في هذا الوقت. وإذا أخذنا بالمثل ماذا حصل في مستشفى ابن الخطيب وما حصل يوم أمس تحديدا، هناك حريق في مقر وزارة الصحة الطابق الرابع في نفس التوقيت، وهناك حريق آخر في محطة في الموصل، وهناك حريق في محكمة البياع في بغداد، وهناك حريق في مكان آخر، واليوم هناك حريق في أحد الجامعات، في جامعة واسطة، ونسأل الله السلامة للجميع. النظام الذي يحكم الشعب العراقي أصبح واضح للجميع بأنهم يقومون بالعمل الإجرامي ويبررونه باللجان التحقيقية، أو يسوفونه باللجان التحقيقية التي لم يكسب منها الشعب العراقي شيء منذ 2003، ونسمع باللجان التحقيقية تشكل ولكن لا نهاية. نعم، ربما فقدنا الاتصال مع الدكتور هلال الدليمي. يعني أستاذ عبد الله، أتابع معك، يعني في حال يعني أسفرت هذه اللجان التحقيق عن تحقيقات وعن نتائج حقيقية تبين الفاعلين، باعتقادك هل يستطيع الكاظمي تنفيذ الأحكام وتنفيذ القانون على هؤلاء المتهمين بتنفيذ الفاجعة، فاجعة مستشفى الحسين؟ وفق التجارب السابقة
نتأكد أنه لا يستطيع، يعني لا تستطيع اللجنة المشكلة بتشخيص الأسباب الحقيقية، لأن احنا نعرف أن هذه الجرائم هي جرائم مدبرة وممنهجة وموجهة، وهناك كتل سياسية وميليشيات تقف وراء المنفذين. فكل اللجنة، يعني أعضاء اللجنة هم بشر يخافون ويخضعون للتهديد، فبالتأكيد راح احنا لا نتوقع نهائيا كمتابع سياسي، لا أتوقع أنه هناك تكون نتائج حقيقية وصادقة تؤشر إلى المجرم الحقيقي أو المسبب الحقيقي. هذه من باب أول. وإذا نذهب إلى الافتراض، إذا ذهب إلى وجود نتائج حقيقية، فلا يستطيع الكاظمي على معاقبة أي منهم. يعني كل الجرائم اللي حدثت سابقا هو يعرفون حتى أسماء من قتل ومن ذهب ومن دبر ومن خطط. لا يجرؤ الكاظمي على محاسبة هؤلاء، مستحيل. إذا كانت بلاسخر تزور القتلة وتسلم عليهم وتتصافح معهم، فلا يستطيع الكاظمي أيضا يقوم بعمل معاكس لهذا الأمر. يعني الكاظمي هم جاءوا به، لم يأتي وحده ولم يأتي بكفاءة معينة ولا كتلة حزبية وراء ولا أبدا، هم جاءوا به. فلا يستطيع الكاظمي على الإطلاق أن يعاقب أي منهم. والتجارب السابقة واضحة، الهاشمي وغيره، والجرائم والفواجع التي حدثت بالعراق، منها فاجعة الموصل، لم كل النتائج واضحة، وكل لكنه لا يستطيع لا الكاظمي ولا غيره معاقبة هؤلاء إلا إذا أراد الشعب العراقي إزالة هذه المنظومة بكاملها. عند ذاك يتحقق العدل والتحقيق السليم والصحيح بكل الجرائم التي حدثت من 2003 إلى اليوم. نعم دكتور هلال، يعني أتوجه إليك بالسؤال لعله يعني الاتصال أصبح أفضل الآن. تعددت عفوا الأسباب في العراق بين القتل في التظاهرات والاختطاف قبل القتل وأخيرا الحرق كما تعلم في المستشفيات والموت واحد. إلى أي مدى ترى أننا أمام عملية قتل ممنهج كما ذكر الأستاذ عبد الله تنفذها الحكومة ضد الشعب العراقي؟ تحية الأستاذ عبد الله بما تفضل. نعم، العمل القتل الممنهج هو الأسلوب المتبع للنظام الميليشياوي الذي سيطر على البلد في الوقت الحاضر ومنذ الاحتلال ولحد الآن. نلاحظ أن كل سبل القتل متاحة ومفتوحة، وغياب القانون وعدم محاسبة الجنات، بل على العكس، كل العالم يعرف حتى في زمن الاحتلال الأمريكي عندما كان يسيطر على الوزارات، كانت وزارة الصحة تحديدا تسمى المسلخ، وقتل فيها مدير عام تابع في مكتب الوزير. هذه الأحزاب التي أتت إلى العراق أتت لتنتقم. أخي الكريم اللي يسمعني، المواطن العراقي، وهذا أصبح بديهية، من قاتل مع إيران 8 سنوات وقتل الشعب العراقي لصالح إيران والآن هو الذي يحكم. هل نعم، إذن فقدنا الاتصال مع الدكتور هلال، وبجميع الأحوال لربما انتهى الوقت، لم يبقى لنا إلا أن نشكر الدكتور هلال أدليمي الكاتب والباحث السياسي الذي انضم معنا عبر الهاتف من عمان. وأنتقل إليك دكتور في سؤالنا الأخير، يعني في ظل هذه الفواجع المتكررة والقتل الممنهج للشعب العراقي، إلى أي مدى ترى أن السخط الشعبي المتصاعد قادر على ردع هذا الإرهاب الحكومي المنظم؟ موازين القوى ما بين الشعب العراقي وما بين السلطة وميليشياتها فارق كبير. بالتأكيد شعبنا أعزل أمام هذه القوة الغاشمة، وإن أحزاب السلطة تتخادم فيما بينها ضد مصلحة الشعب العراقي. فلذلك إن الشعب العراقي يحتاج يعني مسيرة طويلة من العمل النضالي لإسقاط مثل هذه المنظومة، ويحتاج أيضا يعني المجتمع الدولي أن يساهم برفع الشرعية عن هذه
الطغمة الحاكمة في العراق التي لا تستحق أن تكون السلطة بالأساس يعني. فهي أو هذا أصبح نداء للشعب يعني. اليوم نحن سمعنا من نعم الكثير من الجهات العراقية شكرا. أن القوى الدولية أو المجتمع الدولي يقف شكرا. متفرجا على هذه الجرائم، وكأنه متعاطف مع السلطة ضد أبناء الشعب العراقي. شكرا فعلي جزيلا لك، تسلم، شكرا في الكلام. كنت ضيفنا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.